اشتمال الصم هل هو منهي عنه في الصلاة؟ هل هو إيش؟ يقول اشتمال الصم هل هو منهي عنه في الصلاة أو عام؟ مكروه في الصلاة وفي غير الصلاة، لكن في الصلاة أشد، لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل، ولهذا يقول الفقهاء كما في متن الزاد: ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصم. نعم.